طب وبالمناسبة تطويل شعر الرأس هذا أصله جائز، كان العربي طول الرؤوس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعفي رأسه صلى الله عليه وسلم، ربما وصل إلى منكبه وربما ارتفع على حسب خلقه، فإن يحلقه في الحج والعمرة عليه الصلاة والسلام، يحلقه في الحج ويقصره في العمرة عليه الصلاة والسلام. فإذا طول الإنسان لا لمقصد سيء، لا لأجل النساء ولا لأجل الفتنة، فلا حرج في ذلك. وإن كان تطويله في مكان، في بلد أو في قرية يتهم فيه بالسوء أو يظن به السوء، فينبغي لا ترفع حتى لا يتهم بالسوء. وإذا طوله من أجل النساء والفتنة ومغادرة النساء كان منكرا، نسأل الله العافية. هي شيخ هذا شو اسمه يعني تربيته يؤجر عليها اذا قصد السنة، اذا قصد السنة المحمدية لا بأس، نعم، وتنظيم. اما اذا قصد شيء اخر